من ايام 120 بالسوق بدهم 150 ليره. اغلب الناس شافت بضاعه جديده، عم نبيع بتخفيضات من 30 ل 50%. هلا هي الفائده للشعب، لعامه الشعب وليس ربحيه يعني تجاريه. اليوم نحن كاصنافنا كلياتها يعني عم نبيع بتخفيضات من 30 ل 50%. نحن عم نعرض شيء جديد، يعني عم نحرك الاقتصاد في المحرر ان شاء الله، كوننا تجار وصناعيين مثلا، تمام؟ عم نشجع هالعالم، هالاهالي، هالبشر بشكل عام على الصناعه، على الشغل، على الانتاج. ترويج اكثر البضائع الموجوده هون، اغلب الناس شافت بضاعه جديده ودخلت، شافت اصناف مميزه ونزلت على السوق عن طريق هذا المعرض. مثل ما بقول لك، الصوره جميله، المحرر بناؤه تجديده، يعني هلا نحن بما اني نحن هون بنقطه محرره، هي ادلب لازم تكون سوريا الصغيره. في عده نواحي ايجابيه، اولا تخفيضات على السعر للمواطن، عم بيلاقيها كثير اريح لكافه المنتجات طبعا، وثانيا يعني متنفس صار حقيقي للناس، بتعرف انت بالظروف اللي عم نمر فيها، يعني صرنا تقريبا شيء 13 14 سنه ما حضرنا هيك معارض بهالكثافه. وثالثا نحن بالنسبه لنا كمستوردين، يعني تعريف للمنتج، تعريف دعايه للشركه على الاصناف، يعني الناس بتحب تتنور، في اشياء جديده الناس ما شايفتها عم تتفرج عليها بالمعرض. لا فعلا في عروض وفي تنزيلات وشيء ممتاز، يعني كويس، يعني حوالي العروض نازله بال 25% 40%، يعني ممتاز، فيها افاده يعني انه للشعب. لا نحن هلا فتلنا، سوينا فتله كامله، في تنزيلات، الامور كويسه والله، ما شاء الله، الله يعطيهم العافيه. في ارخص من السوق بكثير، يعني هلا في سمنبوط هذا نسويني، يعني سامنا ايام 120 بالسوق بدهم 150 ليره. لا العروض حقيقيه، نظامي واسعار ارخص من برا. هلا بالنسبه نحن قلنا عاملين عروضات وعاملين الاهم، نحن الاهم اللي اعتمدنا عليها هي يعني الدعايه والتذوق، يعني نحن للضيافي اكثر ما هن احنا عم نعتمد على البيع، وبالبيع لا عاملين نحن تخفيضات وعاملين حسومات اكيد، يعني 100%. والله هلا هيك احنا شايفين الوضع كويس كثير، ونحن نتمنى يكون لسه افضل من هيك، ويكون لسه مثلا البضاعه اكثر مثلا، واللي مو موجود بيكون موجود، انه تكون في مثلا دائما هيك عروض، دائما مكان مخصص لهيك عروض، مو مثلا فتره هون وفتره على الدوار وكل فتره، دائما في يكون في عروض. هلا المعرض هو المفروض يكون لسه قبل هي الفتره ب 15 يوم، يعني بحيث نحن نكون طالعين من شهر 9 داخلين باول عاشر، نحن عملناه من اول 10، بيكون الجو لسه الطف من هيك، وبعض الديكورات يعني بعض الاهتمام بالستاند مشان بحس شتت ما يدخل المطار على، هلا نحن صاحبين الستاندات رجعت عدلت. والله ما في، الحمد لله كويس، شغل كل شيء فخامه.